النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني بقياده المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، مبروك للجهاز الاداري بقياده النجم سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك لكل اللاعبين بقياده النجم الكبير الحارس المتميز محمد الشناوي قائد المسيره داخل المونديال. كل اللاعبين ادوا اللي عليهم وظهروا بمستوى مميز جدا جدا، سواء في الثلاث مباريات من وجهه نظري، مباراه الدحيل النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بيها 1-0 بهدف سجله حسين الشحات، ثم اداء قتالي ورجولي امام بطل مونديال الانديه بايرن ميونخ وبطل العالم والفريق الاستثنائي بايرن ميونخ وصاحب الارقام القياسيه، رغم الهزيمة والخسارة بهدفين مقابل لا شيء، وأخيرا أمام بالميراس البرازيلي أداء من وجهة نظري مميز جدا في الشوطين. زالت رهبة مواجهة بايرن ميونخ اللي كان المباراة السابقة، أصبح النادي الأهلي قبل المباراة لديه إصرار وعزيمة و وروح كبيرة وروح قتالية لتحقيق المركز الثالث، والرد على كل من شككوا في قدرة النادي الأهلي على مضاهاة أكبر فرق العالم وأكبر الأندية في العالم. قدر النادي الأهلي إن هو يكرر إنجازه، الإنجاز اللي يعني بيحسب ليه، وقدر ان هو يحصد البرونزية المونديال وينفرد ويتفرد كأول نادي عربي وإفريقي بحصد المركز الثالث والبرونزية مرتين خلال مونديال الأندية. مكاسب كتيرة جدا 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 من حصد النادي الأهلي برونزية كأس العالم، سواء على مستوى النادي الأهلي وداخل النادي الأهلي، جوائز مالية، جوائز مكاسب فنية، مكاسب كمان للكرة المصرية، كل ده هنتكلم عليه. لكن معايا المطرب الكبير